صباح الخير مشاهدينا، شكرا لارا، بحييكم، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني ان استضيف دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجيه. صباح الخير دكتور. صباح النور. عم نسمع نحن وياك هالازمات، يعني عم تتوالى كل يوم نوع على ازمه جديده، ازمه بنزين، ازمه رغيف، ازمه كل يوم في ازمه، يعني ازمه كهرباء. للاسف يعني ما في الضابط اللي يعول عليه لاداره هاي الازمه الدولي والحكومه، بعدنا بالانتظار. اليوم رح نجرب هيك نحن وياك نوسع البكار، نعرف، لانه بتعرف انه اذا المساله مساله داخليه فقط ام مرتبطه بالصراعات الاقليميه وما يجري في المنطقه. خلينا نبلش من هذا المحل. برايك اليوم هل حضرتك مقتنع انه سبب عدم تشكيل هذه الحكومه هو سبب داخلي فقط وتناتش على الحصص؟ لا، السبب الداخلي موجود وما في شك أنه عقبة، وعقبة كبيرة، بس بيبقى أنه المشكل الأساس، العقبة الأساسية هي ارتباط ورقة تشكيل الحكومة بلبنان بالصراع الداير بالإقليم. يعني خود يعني أحد المشاهد اللي شفناه الأسبوع الماضي واللي بيبلغ دليل أنه قديش صعب تشكيل الحكومة بأجواء معينة. شوف مسألة السفينة الإيرانية اللي لازم تفرغ حمولتها. رح يصيروا ثلاثة هلا. رح يصيروا ثلاثة، طيب كيف بدك اليوم أنه تيجي هيدي السفينة وأي حكومة بتستقبلها؟ وفي عقوبات مفروضة على إيران، يعني اليوم مطلوب من الرئيس المكلف، وقصة العقوبات على إيران والموقف من إيران مادة انقسام داخلي. أنا ما بقول هيدا معه حق أو هيداك معه حق، بس مادة انقسام داخلي وسط صراع كتير كبير بالمنطقة، وفي فكرة انطرحت بغض النظر إذا فكرة منيحة أو مش منيحة، لا فينا نفوت بتفاصيلها، بس كيف بدك اليوم رئيس مكلف يجي يشكل حكومة وتاني نهار يستقبل باخرة إيرانية، أو مطلوب منه ياخد موقف من باخرة إيرانية وياخد موقف بالتالي من العقوبات، وبده يعرف إذا هو فاد بالمحور الإيراني أو طلع من المحور الإيراني. وبالتالي هيدا الشيء يعني دليل إضافي، وفينا ناخد 100 دليل آخر وآخر أنه عملية تشكيل الحكومة بلبنان ما زالت ورقة على طاولة المفاوضات بالإقليم. والأسوأ من هيك يعني الأمر فيها أنه ما حدا مستعجل، لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي مستعجل حتى يبت فيها. هلأ الفرنسيين حاولوا بطريقه يمكن يعني كلفتها، ما بقى مؤثرين الفرنسيين، ما هي تماما حاولوا ينتشلوا هيدي الورقه من طاوله المفاوضات، لانه فاتحين نافذه حوار مع الايرانيين، وانه تعالوا شوفوا بركي فينا نخلصها. وبالتالي هالمحاوله باقت بالفشل، ومع الاسف كان ثمنها غالي علينا، لانه نتيجتها كانت تعويم سلطة كانت سقطت مشروعيتها. طيب يعني برأيك كل ما يحصل ونسمعه عن كلام وإيجابيات والحصص هو فقط مسرحية تجري وتقسيم أدوار، يعني بإطار هذا الصراع اللي عم تحكي عنه؟ بقسم كتير كبير نعم، علما أنه بالفترة الأخيرة يعني في متغير. أنا يعني صرت عندي شعور أنه لأسباب متعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حزب الله أصبح مستعجل لتشكيل حكومة، على الاقل يعني يريد واجهه، لانه هو صفى بالواجهه، عم يتلقى الضربات بشكل مباشر، لانه صار واضح انه هو ممسك الحقيقي بخيوط اللعبه، والممسك الاول بالقرار اللبناني. بس هو مش طرف يعني من ضمن كل الاطراف اللي يعني اليوم بس نتحدث انه حزب الله هو الممسك فقط، ما بنكون عم نبالغ اليوم. مش فقط، ولكن هو الممسك الاول، هو المقرر الأول. والتمايز اللي عم بيصير بالفترة الأخيرة بينه وبين رئيس الجمهورية لا يعني ملفت، يعني واحد وين بقى يتوقف عنده، وين بين هذا التمايز؟ يعني بالآخر خطاب للسيد نصر الله في إصرار وحط مصداقيته بالدق أنه الحكومة بعد أيام، ومرت الأيام وعم بتمر هالأيام وهالحكومة مش عم تتشكل. وإذا لأنه في بس هي بتنفي أنه اليوم إذا إيران أنه إيران عم بتعطل، إذا رغبة حزب الله بتشكيل هذه الحكومة، يعني ينتفي العامل اللي عم تحدث عنه قبل أنه إيران
يعني لا او باطار هذا الصراع. لا هيدي نحن عم نقول هيدي اضافه، ولكن اليوم اذا تشكلت الحكومه بدها تشكل بالمعايير اللي بده اياها حزب الله. يعني بدها تكون حكومه على الاقل تصمت كما صمتت هذه الحكومه عن عمليه الباخره الايرانيه ومواقف اخرى. بس بيقول يعني حزب الله انه اليوم من ضمن الحلول انه اذا لأنه ما في حلول اليوم بقصة النفط، ولبنان عم بيواجه أزمة، ذهب حزب الله إلى هذا الخيار من ضمن بيقول لك أنه في خيارات أخرى مطروحة. يعني بعد المستوردين النفط عم بيجيبوا نفط إلى البلد، نحن فتحنا خيار آخر اليوم، حرك بالتالي السفيرة الأمريكية باتجاه قصر بعبدة وأجبر الأمريكيين على القبول بمسألة استجرار الغاز من الأردن والغاز المصري. هيدا كثير مزبوط هالكلام، ولكن بدنا يعني نحط الامور بنصابها. مساله النفط والفيول، مساله الفيول مش انه الفيول مش موجود، البواخر موجوده بعرض البحر، مساله انه ما حدا عم يفتح لهم الاعتماد. وبالتالي اذا الفيول الايراني بده يجي، هيدا بده يجي ببلاش او بده يندفع حقه. اذا بده يندفع حقه يعني مثله مثل غير كل الفيول الموجود بالبحر. المشكلة بلبنان هلا مسألة الفيول، يعني عم بتقلي انه ما في مسألة انه حدا مسكر عنا حنفية النفط والحصار. ما حدا مسكر عنك الحصار، فرضته السلطة علينا، هو حصار على ودائع اللبنانيين، هو حصار على المال العام اللي تبخر في طبقة سياسية هي محاصرة شعبها، هي ما قامت بالإصلاحات. كنا عم نحكي قبل، طب إذا استقدم اليوم حزب الله هذا النفط، رح كفي معك، إذا استخدم هذا النفط وجرى توزيعه بآلية معينة للمستشفيات للأفران، جرى تريح السوق فقط، يعني ما عم بيجي لك هذا حل بديل، عم بيجي أنه مرحلة بأزمة توزيعه بلاش يمكن بخفف العقوبات، علما أنه كيف توصل السفينة. يعني عم ينطرح هذه المسألة وفي شيء داير بالمنطقة اسمه صراع مع إيران، وفي تحت هالصراع مع إيران حرب السفن. كيف بده يوصلوا؟ نحن بدنا نخفف مشاكل على اللبنانيين. طب اذا وصلت على بانياس وجرى نقلهم بالبر، هل هذا الامر ايضا يرتب؟ هذا بيصير شوي يعني في نوع من السخريه، نحن عم يجينا النفط من سوريا والتهريب بعده ماشي من لبنان على سوريا، بقى خلي يبقى النفط بسوريا. ما هو حزب الله بيقول لك ليش مين اللي عم انه مين اللي عم بهرب اليوم؟ مش مساله جالون وعم تطلعهم، هي مساله اذا عم بهرب هو الشركات الكبيره. الفكره يعني الحلوه انه يجي هيدا النفط ويبقى بسوريا ويوقف التهريب، يعني اليوم كمية بس اذا وقف التهريب بتحل المساله. واليوم الحاكم مصرف لبنان رياض سلامي قال شيء يعني صحيح، انه انا فتحت اعتمادات ب 800 مليون دولار، وين راحت؟ يعني واكثر من احتياجاتنا راحت قسم كبير منا بالتهريب، والا ما في شيء بيفسر هالشيء. وهيك كمان بيوقفوا الشباب التخزين وبيعود في محفز للتهريب. والاموال اللي عم بتروح يعني لاستيراد الفيول ثلاث مرات اربع مرات حاجه لبنان، طب وين عم بيروح الفيول؟ وين عم بيروح؟ يعني بينحكى بس هون قصدي انه اليوم يعني مش مساله تهريب فردي، اليوم اللي عم بيهرب هو اذا عم بيهرب هن يعني يا اشخاص نافذين يا شركات تسال اين يذهب هذا المخزون. في كارتيل سياسي على كارتيل شركات، يعني في واحد هون امام عمليه منظمه لتفريغ ما تبقى من احتياطي وموارد اللبنانيين. ما رح اقول لمصرف لبنان لانه هو لموارد اللبنانيين، يعني بالفتره الاخيره عم بيصير استعمال الودائع اللبنانيين لتمويل هالمسائل. طيب ما افادت مساله اليوم تلويح فقط بمسألة الباخرة الإيرانية بهذا الكباش أو هذا الصراع الإقليمي اللي حاصل بين الإيرانيين والأمريكيين، أنه مشان أمريكا يعني ما تكب كل وراقة بمحل أو إلى إيران، مسألة سمحت بمسألة استجرار الغاز أو النفط الغاز المصري اليوم واستجرار الطاقة الكهربائية. هي هيدي مجنة فكرة أمريكية، هيدي فكرة لصندوق النقد، وهيدي فكرة عم تنشغل من فترة، يعني ومن 2010 لبنان 2008 ل 2010 لبنان عم بيستورد من مصر الغاز وتوقف لأنه ما سدد فوتيره بال 2010. بس الأمريكيين مش حاطين بحجة قانون قيصر كان فيه دعاء. من بعد الحرب السورية ومن بعد من سنتين قانون قيصر اصطدمت بهالعقبة الأساسية بعقبتين، أول شيء عقوبات قانون قيصر، وثاني شيء تدمير قسم من شبكة البنى التحتية لسيما أنابيب الغاز وشبكة الكهرباء بالداخل السوري. صار في اقتراح من صندوق النقد لإعطاء قرض من أجل
تمويل هالاستيراد وإعادة بناء الشبكة. ومع وصول إدارة بايدن صار في يبدو أنه قرار أمريكي برفع جزئي للعقوبات أيسر. يمكن هيدا يعني استثار رغبة الإيرانيين، طيب رفعتوا العقوبات عن النظام السوري، ليه ما بترفعوا جزئيا العقوبات عن إيران؟ هون مسألة إنسانية وهون مسألة إنسانية، والنفط رايح لزيت وهيدا كمان دليل إضافي أنك أنت مرتبط بهالصراع والكباش اللي داير بالأقليم. علما أنه فكرة صندوق النقد بفتكر عندها جدوى اقتصادية وجدوى بيئية أكبر، لأنه أول شيء الغاز أقل كلفة لإنتاج الكهرباء ب 60% من الكلفة الحالية، هيدا بوفر كتير على ميزانية الخزينة، بوفر كتير على ميزان المدفوعات بلحظة الليرة معرضة لضغط كتير صحيح. كبير. إذا عنده جدوى، هلا هو حل مثالي منه حل مثالي، يعني هيدا اليوم ببلد عنده 300 نهار طاقة شمسية، الحل الأساسي هو بآخر الحلقة حدا بدبي عاملين مدينة مستدامة على الطاقة الشمسية. رح يكون معنا مهندس لبناني وسيم عدلوني من دبي لنضوي على هاي المسألة اللي عم تحكي عنها، انه كان في حلول بديلة كانت بتنعمل يعني اليوم الطاقة الشمسية وغيره، وبعدها بتنعمل اليوم يعني وبتخفف نزف بالدولارات. يعني مزبوط، اليوم مثلا من الامور الدعم اللي عم ينكب تهريب، قسم كل كبير منه عم ينكب تهريب على الداخل السوري لتوزيع الفيول. طيب قسم من هالدعم مش مفروض او ما كان من الاحسن ينعطى للمواطنين من الدولارات؟ رح فصل معك بمسألة الدعم، بس خليني بدي موضوع الحكومة. لا لأنه كنت عم بقول للطاقة الشمسية. للطاقة الشمسية. إيه، أنه قسم من هالدعم كان ممكن يروح للمواطنين اللبنانيين لحتى يحطوا طاقة شمسية ببيوتهم. صحيح. قد إيه كانت الكلفة لو كل بيوت لبنان أنه مش أخذ الدعم؟ مش كلفة اللي هلا بس شهر مش كلفة فتحنا 260 مليون شهر. دولار لأنه كفي ندعم على 8000. 100%. صحيح. مسألة الحكومة أيضا اليوم قمة بغداد ومؤتمر بغداد الحاصل، أيضا تطور جديد بيضاف إلى المصطلحات اللبنانية، أنه اليوم هل تشهد حلحلة بالحكومة بعد قمة بغداد وما حصل؟ أول شيء كيف شفت عدم دعوة لبنان إلى قمة؟ والله أنك بقدر ما فرحت لبغداد لأنه خطوة لأكيد استضافت هكذا قمة اليوم، استضافت هاي قمة، أخذ موقع ريادي بالأسرة العربية، يعني في خطوة لأنه يحول نفسه من ساحة صراع لساحة حوار، من ساحة يتصادموا فيها كل المتخاصمين، جاب المتخاصمين السعودية، إيران، الإمارات، وبالتالي يعني حول بلده بالفعل ساحة للحوار للنقاش. يمكن ما وصلوا لحلول جذرية ومستدامة، ولكن أعدهم على طاولة بدل ما يتصارعوا على أرضه كما كانت الحال. بيقول الأستاذ جان عزيز أنه كانت هذه مقررة تكون ببيروت القمة مش ببغداد، وهيدي يعني رسالة لبنان، ورسالة لبنان يعني اللي مفروض يكون أرض يعني يتلاقى فيها هذه القوى المتصارعة، وما يكون مصطف مع واحد لحساب التاني أو ضد التاني. وبالتالي كيف شفت عدم دعوة لبنان؟ خيلا شو بده يدعوه؟ لا شو بده يدعو، ما الممثل الحقيقي عنه موجود، صاحب القرار موجود، وبالتالي اليوم مع اي حكومه بده يدعو وين يعني؟ بعد ما لبنان ما استرجع بعد مقومات سيادته الحقيقيه ودوره حتى يجوا يحطوا على الطاوله. وملفت كتير اليوم كان عدم دعوة لبنان بموضوع يعني بيشكل صلب رسالة لبنان على الأقل، يمكن مثل ما أنا بشوفها. والعراق بهالاتجاه يعني ملفت كمان قديش خلال السنة اللي مضيت عمل خطوات هائلة. يعني كنا عم نحكي عن العراق مثلا بيستورد كهرباء من إيران، وهلأ عم بيستورد في مشروع لاستيراد الكهرباء من السعودية والطاقة الشمسية من الإمارات. إذا هيدا بلد محكوم اليوم بطريقة كتير حكيمة، تحديات أمامه كتير كبيرة، ولكن عرف أخذ مسافة من الصراعات اللي عنده بوتنشل لأنه يعني بيعرف أنه هيدا المفتاح لاستقراره. وببلد متعدد في كل التناقضات وكل الكباش الإقليمي اللي عم يحصل فيه المكونات، أنه بيعرف أنه اليوم أنه حد أدنى من الحياد
حد أدنى ويحول بلده لساحة للالتقاء مدال ما يصطف مع محور ضد الآخر هو يعني المفتاح والشرط لاستقرار. بس شو ولا مطلوب صدام حسين يروح يواجه إيران بمعركة طاحنة وأدت إلى شفنا شو حرب الخليج حرب الخليج وشو كان مردودة ونتيجة على المستوى الداخلي. ولا مطلوب أيضا أنه المالكي حكم المالكي والاصطفاف التام مع إيران. بفتكر اليوم أنه في أكثر من عبرة سحلة رأيك تشبه لبنان يعني اليوم بالكل العوامل أو القوى اللي موجودة. شو اللي خلت للعراق تنجح بلعب هذا الدور بمقابل فشل لبنان؟ بفتكر نفس القوى ونفس العوامل إذا بدكم بشكل أقوى وبشكل مباشر يعني بالعراق وصلوا لتوازن. أول شيء في توازن صار بين أمريكا وإيران. كان في بداية حوار بشباط من العام الماضي وفي تنقول بكل صراحة وعي عند العراقيين وعند المكون الشيعي تحديدا أنه الأمور يعني ما فينا نروح بقى هالقد بعيد باتجاه إيران. طيب. صار اليوم هل ممكن تشهد حلقة اليوم البعض يقرأ أنه بقمة بغداد ممكن تنعكس على الوضع اللبناني ولا سيما بملف الحكومة؟ ليك إذا كانت مقدمة لحلحلة بين الإيرانية والأمريكان تحديدا وبالنتيجة مع المملكة العربية السعودية ممكن تشهد تسوية تبقى تسوية. قراءتك لهالموضوع هل برأيك يعني اليوم نشهد انفراجي أقل بالعلاقة العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية؟ أنا بتصور مش قبل آخر السنة لأنه هلأ الأمور كتير المواقف كتير متباعدة. على فيينا ما عم بيصير في أي اختراق. إيران اختارت اليوم زيادة التخصيب بنسبة 60% هي على بعد شهرين البريك أوت وبالتالي أخذت خيار أساسي بالتوجه شرقا. والمؤشر عن ذلك يعني تصريح الرئيس الأمريكي البارح تحديدا أنه نحن الخيارات الأخرى موجودة على الطاولة إذا الخيار الدبلوماسي ما نجح. شو يعني؟ يعني مقبلين على مزيد من العقوبات على مزيد من التشدد والأمر رح يرتد علينا سلبا. يعني بالمحصلة بالختام الحكومة لن تبصر النور بلبنان إلا في ظل يعني تفاهم أو استفادة من ثغرة معينة بهذا الصراع الإقليمي. أنا بتصور مش بالقريب العاجل ومش قبل آخر السنة لأنه بعرف أنه بالنتيجة الإيرانيين بما يتمتعوا من براغماتية لح يتوصلوا لتسوية مع الأمريكيين لأنه الطرفين عندهم. سيزا عن نهاية السنة بتبطل المحرزة بالشأن الداخلي ومسروا يكون رايحين على الانتخابات يعني. منكون رايحين على الانتخابات صحيح. برأيك الطرف اللبناني اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون والتيار الوطني الحر بفضل يروح على هذه الانتخابات من دون حكومة؟ والاستمرار يعني مع كل الأطراف بشد العصب اليوم أو حكومة بيكون عنده فيها بشروطه بيكون إذا ما قدر يأخذ التلت المعطل بفضل يكون بفضل من دون حكومة لأنه بشد العصب نوعا ما بشد العصب ما يسمى بالعصب المسيحي عند قسم من المسيحيين. يعني وهون نقطة التميز اللي عم تحكي عنها بين تيار الوطني الحر وحزب الله إنه حزب الله لا يفضل حكومة فيما تيار الوطني الحر او رئيس الجمهوريه من دون ثلث معطل بفضل يروح على هذه الانتخابات. صحيح والكل بده ثمن التسويه اللي قام فيها. يعني الفريق الرئيس الجمهوريه بده ثمن التسويه اللي قام فيها مع حزب الله وبيعتبر انه وقف حد حزب الله بالايام الصعبه وامن له الغطاء المسيحي ثم الغطاء الشرعي وحزب الله بيعتبر انه دفع بما فيه الكفايه للتيار الوطني الحر وبالتالي يمكن هلأ محشور لحكومة ضمن شروطه. هلأ وين المكون السني في هذه المسألة ما بعرف وهذا سؤال يعني حلو واحد يتنبه له لأنه الرئيس الحريري في مرحلة مش بالتسوية مشي بالتسوية بس كانت يعني اليوم غالي. بالتسوية كانت لما كان في تبادل مصالح مشتركة يعني انعكست على الطرفين
بس يعني اليوم وقع هذا الخلاف افترق تيار المستقبل او رئيس سعد الحريري ورئيس ميشيل عون، يعني كانت المصالح مشتركه بين الطرفين. كانت المصالح مشتركه ولكن مصالح ذاتيه، مصالح حزبيه، مصالح فئويه. هلا ما عاد في اليوم المقومات تسويه على مستوى يعني هن بيتقاسموا الحصص، بعدين بيتقاسموا مكاسب السلطه. صحيح انه ما في شيء تعيينات وغيرها. هلا بتشوف اول شيء بيتقاسموا الحصص على الطوائف، يعني على الاحزاب، مش على الطوائف، على الاحزاب الناطقه باسم الطوائف، بعدين بيتقاسموا كل فرنك وكل قرش بفوت على الخزينه، كل مناقصات، كل مناقصه، كل عقد بفوت بيتوزع بالحصص، وكل هندسه ماليه بتصير يعني لتمويل هيدي كمان بالاشهر بال 2016 يعني. وهيدا نظام المحاصصه، هيدا نظام المحاصصه اللي هو نظام القائم من 10 سنين لهلا. اليوم الحكي انه اليوم هذا النظام سقط، وايضا في البعض او الطرف بيقول انه اليوم كل هدف حزب الله او التيار الوطني الحر هو التخلص من اتفاق الطائف. انا بشد على ايدهم بس شو بدنا نستبدل له؟ وكل المؤشرات عم بتدل انه بدهم يكرسوا هالنظام. شوف كيف عم يعملوا حكومه. شوف بس واحد يقول لك عم بكرسوا او بده يتخلص او يسترجع صلاحيات رئاسه الجمهوريه، واحد بس يقول لك انه انا بنقي الشيعه والماليه للشيعه، والثاني بيقول لك انه انا بدي الثلث المعطل وما بيفلت الطاقه. عم نروح على نحن عم نروح على متالتي. على تكريس لنظام المحاصصه. بس اليوم في فرصه على البارد لتغيير هذا النظام اليوم، لازم يصير على البارد. قال لك لانه هيدا النظام كارثه، وصل للافلاس. هلا بدك تشوف اذا كيف بدك تطلع منه وبشو بدك تستبدله. انا بعتبر انه في اصلاحات اساسيه باتفاق الطائف، وهن حسناته الاساسيه هيدول تم يعني انطوا، وهيدول لابد من اذا في نخبه جديده، لانه هيدي النخبه خلص عن مفقود الامل منها. اذا في نخبه جديده بدها تطلع عبر الانتخابات، وهيدي عمليه بدها تستغرق وقت، بدها ترجع تحط هيدول الاصلاحات على الطاوله، اولا اللامركزيه، ثانيا الماده 95، انه خلص طائفيه المراكز الدوله خلصنا بقى منها. القانون انتخاب براعي النسبيه، مش تيجي تغزل التفضيله بالنسبه، ومجلس الشيوخ لاصلاحات بس أساسية. بكل ما اللي ذاهبه له المنطقه اليوم، هل البعض يعتبر انه هذا اليوم كلام مثالي اليوم انه معك صح؟ مش بس المنطقة، العالم كله. العالم كله عم يشهد صعود للهويات، من الأقلية الهنغارية بأوكرانيا مبارح، لطالبان، لتاجيكستان، للعراق اليوم، سوريا اليوم عم تشهد صعود للهويات، شيء اللي بسميه كان أمين معلوف الهويات القاتلة. صحيح. وهالعدوى يبدو يعني اللي شهد حادثة مغدوش امبارح عم تمتد لعنا. هل برأيك اليوم في مصلحة لمين؟ لأنه فتحت موضوع مغدوشي، تحويل الصراع اليوم من صراع سياسي إلى صراع طائفي، يعني هذا الأمر مقصود مش عن هو كل عدته موجودة. أنا يعني إن شاء الله اللي صار امبارح ما تكون حادثة عابرة على خلفية قصة بنزين، ما تكون رسالة بالسياسة، لأنه إذا هيدي رسالة بالسياسة وبدنا نبلش نتبادل رسائل بهالنوع، البلد يعني برميل البارود ومنفوت بشغلة مثل بوسة عين الرمانة، ما بنعود نعرف كيف نطلع منها. هل بقراءتك اليوم بالمعطيات اليوم تشبه اليوم هذا الانفلات اللي عم يحصل وراح يحصل، يعني بعدنا ببداية هذا الانهيار، يتحول من صراع اجتماعي للناس تاخذ حقوقها باتجاه اليوم هذه الطبقة الحاكمة اللي بتسميها، يحولوه بالمزاريب الطائفية ولا صراع طائفي؟ ايه، يعني في هالمال، خاصة انه بيظل شغلتين، بيظل اول شيء القلة، بيقولوا القلة بتولد النار. اليوم اللي هيدي ما كانت موجودة بال 75، موجودة كانت بفئات ما من دون شك، ولكن من اليوم عابرة للفئات، عابرة لكل الطوائف، عابرة لكل الفئات، لكل الطوائف. اللي هيدي بتزيد من النقار. تاني شيء في عملية تقويض هائل للقضاء، يعني اليوم اللي متحكمين او 6-7 الاحزاب الاساسية والقوى الاساسية اليوم، اذا خيرتها بين امتيازاتها والبقاء على هذه الشكل والبقاء بالسلطه وبين السلم الاهلي ما يسمى، بتضحي حتى بتضحي باخر لبناني تهيه تبقى.
وهيدا برهان. واليوم إذا في ظاهرة اللي هي كمان عبرة للطوائف واللي عم بتهدد بتغيير التركيبة اللبنانية هي ظاهرة الهجرة. اليوم الأرقام بس أنا برأي مقصودة اليوم هذا تركيبة هذا النظام من زمان براهنوا على هاي المسألة أنه اليوم في البعض بيقول أنه مش عن عبث اليوم ترك الوقت يعالج المسألة الاقتصادية وهذا الانهيار، براهنوا أنه جزء كبير من الناس يفل أو الطبقة الوسطى اللي هي طبقة مزعجة وممكن تسهم بالتغيير بالانتخابات، واللي بيبقى هن جماعة هذه الأحزاب وجماعة اللي مسحوقين اجتماعيا بيقدروا صحيح. يعني يشترون بكرتونة أو صحيح يعني هن عندهم مصلحة بإفقار العالم، هن عندهم مصلحة أنه بنسبة كتير قليلة بالمشاركة بالانتخابات، لذلك القوى التغييرية واللي بتعرف أنه انت منهم لازم تدعي على مزيد من الانخراط بالعمل السياسي إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأنه بهالطريقة وهيدي الطريقة الوحيدة اللي فينا نغير فيها. عظيم، فتحت موضوع الانتخابات، هل الانتخابات النيابية أول شيء ستحصل؟ اثنين، إذا ما حصلت بناء على مؤشرات كثيرة البعض يقرأ مثلا بنقابة المهندسين بنقابة الانتخابات الطالبية كمؤشر للتغيير، هل برأيك بداية رح تحصل؟ وإذا ما حصلت ممكن في أمل بتغيير سياسي أم فقط تغيير برلماني طفيف؟ حلو السؤال. هي رح يجربوا أول شيء في ضغط دولي أن تحصل. يعني اليوم كل الجهد الدولي بما فيه العقوبات الأمريكية رايحة باتجاه يعملوا الانتخابات بموعدها. هيدا مش يعني أنه هن لح ما يجربوا ما يلغوها. بتصور هن الطبقة السياسية عشية الانتخابات إذا بتشوف ما في رغبة أو قبلية عند اللبنانيين ومحبطين أنه يروحوا لصناديق الاقتراع لح يعملوا الانتخابات. لأنه الأرقام بتقول أنه كل ما وطيت نسبة المشاركة كل ما وطي ما يسمى بالتيرن اوت كل ما أحزاب السلطة تستفيد، وكل ما علت نسبة المشاركة كل ما حظوظ الاختراء بتصير كبيرة وهائلة إذا نسبة مشاركة كبيرة للقوى التغييرية، حتى لو القوى التغييرية فازت بعدد من المقاعد يعني نسبيا فيك تعتبره قليل 20 مقعد، ولكن هي جاية بمشروعية وبضغط شعبي هائل. ايه بتشكل تيرنينج بوينت وبتشكل عامل تغيير نقطة تحول، علما انه نقطة تحول، علما انه العملية التغيير بدها تاخذ وقت، وانه هيدول القوى منا على ذات الوتر رح تنقسم ولازم تنقسم داخل تحت قبة البرلمان، وساعتها نشوف كيف ممكن نشكل حكومة مستقلة بأي معنى. أنا بهمني بمستقلة مش أنه ما عنده أنه خيارات بالسياسة أو ما كان عنده يعني ما انتمى لهالحزب أو لهيداك الحزب، ولكن يكون سيد قراره أنه حدا قادر يحط قانون على الطاولة ويمشي فيه ويدافع عنه ويوصل هالقرار، مش أنه منحط الكابيتال كنترول ومنسحب الكابيتال كنترول. لأنه أنا تجربة اليوم بحكومة الرئيس حسان دياب نوعا ما مستقلين، بس اليوم أبرز مثال خطة لازار حطوها في ملاحظات عليها سيئة جيدة، بس في نقاط جيدة ما قدر يدافع عنها اليوم. ولو مشينا بخطة لازار وقتها وين كنا؟ ما كنا عم نتحمل هالخسارة. قديش كنا 90% من الودائع صحيح. كنا أنقذناهم مثل ما هني كانت. رح أسألك عنها هاي المسألة اليوم اللي عم ندفع ثمنه، مسألة المسألة الاقتصادية وتوزيع الخسائر. بعد مسألة بمسألة الرهان اليوم بعض يراهن على الجيش، يعني هل مطروح على الطاولة دور معين انتقالي للجيش اليوم برأيك؟ إذا ما حصلت هذه الانتخابات؟ أنا ما بتصور أنه مطروح يعني خيار نظام عسكري. لا، أو مرحلة انتقالية اليوم شدنا بمراحل عديدة بلبنان كان الجيش يلعب مراحل يعني بمرحلة انتقالية. ليك بس هيدي بده يكون خلفيتها تسوية، وإذا في تسوية بين الأقوياء بالمنطقة وإن من الأقوياء اللي صحيح. ممكن تسوية بيناتهم منك بحاجة لهالمرحلة الانتقالية خلاص. مثل بتذكر يعني بالفترة اللي تعينت فيها حكومة الرئيس تمام سلام، أنه بعد سنة من الفراغ بيجي تسوية إيرانية أمريكية وكانت باكورتها تشكيل الحكومة بلبنان، وفتنا بمرحلة استقرار نسبة دامت اللي دامته. مسألة اليوم المسألة الاقتصادية واللي حكينا عنها بخطة لازار، هل نحن اليوم ندفع ثمن
ما حصل اليوم أو رهانهم على تحميل الناس الخسائر أو توزيع الخسائر بشكل غير عادل؟ 100% هن ما بدهم يتحملوا الخسائر، وهيدي نقطة الأساس. يعني اليوم كل أزمة عندها كلفة، وأنت كيف بدك توزع هالكلفة بشكل عادل؟ كان ممكن يعني انطلاقا من خطة لازار أنه يتحملها الميسور قبل الفقير، يعني يتحملها مين؟ أول شيء اللي استفاد من الهندسات المالية. في ناس دوبلت رسم لهم بثلاث سنين بالفترة الماضية. صحيح. هيدا شيء ما يعني هو فيهم يدفعوا شوي، اللي هو بنسميهم كبار المدعين، 30% 40%، وبالتالي كان ممكن تماما أنك يعني توصل لهالتسوية. بعدين الاستمرار بسياسة الدعم، يعني من خطة لازار والذهاب إلى صندوق النقد توقف الدعم. انت اليوم اللي صار عملية انتقال رسمال من مكان لمكان معين، في موارد موجودة كانت بمصرف لبنان اللي هن اموال المودعين، لانه هو حسب كمان ورقة لازار عنده خسارات، بلغت خساراته اكثر من 50 مليار دولار، وبالتالي هالكمية من المال انتقلت من محل لمحل تاني. راحت شيء منها راح بشكل محروقات للداخل السوري، منها راح لكارتلات، والمستفيدين من هالكارتلات بيحكوا عن المال المنهوب. طيب ما هدول بلشوا حقوا وعملوا قضت بكل هالأموال اللي راحت على هندسات مالية، اللي راحت على سياسة الدعم. القضت ممكن اللي هو مش أنه هيدول اللي حولوا مصرياتهم، خيئ اللي معه مصاري كانوا حولها. طيب هيدا ما خرق القانون، وبالتالي هيدول بدهم لازم أودت، بس الأودت المطلوب اليوم لكل السياسات اللي كانت قائمة بما فيها سياسات الدعم والسياسات النقدية والهندسات المالية اللي صار. بعض بيشوف أنه اليوم حتى يعني اللي شفنا نتيجته اليوم تدقيق جنائي من دون تغيير بالسلطة هو أمر غير واقعي، يعني مثل كانك عم تطلب منهم يحاسبوا نفسهم. بالتالي ومعك حق 100%، وبتصير كمان مثل ورقة ضغط تماما سياسي. كما صار اليوم عم بيصير مع قصة القاضي بيطار، يعني بيكون انه قضيه حق ولكن بيتم تسييسها واستعمالها من طرف ضد طرف اخر. ليك هيدي الطبقه السياسيه ما في نوى منها خلاص، هيدي الطبقه السياسيه ما في نوى منها، وجاي بلوك عم بيشوفهم متخاصمين بس هن بالواقع متحالفين. لانه مساله اعطيت ابرز مثل بقصه القاضي بيطار كيف اتفقوا، يعني من اقصى اليسار لاقصى اليسار، مش اليسار السياسي اليمين بس، من تيار المستقبل ورؤساء الحكومات لحزب الله اليوم توافقوا عليها، توافقوا انه ما بدهم القاضي بيطار. طب كيف مساله الحصانات؟ وهيدا الدليل القاطع والحاسم انه عم بيحكي مزبوط، وهو صف يعني الناطق الوحيد بعد باسم مؤسسات الدوله. حصلك بعد شو اذا رح يصمد القاضي طارق بيطار بهذا؟ بتأمل أنه يثبت، بس كمان في من واجب اللبنانيين كمان يلتفوا حوله، لأنه لوحده ما في يثبت. طيب الخيارات الاقتصادية اليوم، هل بعد اليوم نقدر تعمل شيء هذه نقدر نعمل شيء لتجاوز هذا، يعني ندير أقل الأزمة بطريقة مختلفة؟ في ممكن يمكن ما بتعمل تغيير جذري، ولكن ممكن تحدث يعني خروقات تقدر تخفف عن وطئة الأزمة على اللبنانيين. خود مسألة السحوبات الخاصة، جيك 800 مليون دولار أو 900 مليون دولار من صندوق النقد، كيف يستعملون؟ هل بدهم يستمروا بالسياسة مثل ما هي؟ يعني كمان يتبخروا استيراد محروقات مدل على 4-3000 على 8000 ونرجع بعد شوي على 16، هيك بدنا نستمر بهالسياسات؟ أو ممكن يمولوا بطاقة تمويلية تحت إدارة شفافة مستقلة من جهة؟ هل ممكن يستعملوا قسم من هالأموال للاستثمار ب الطاقة الشمسية؟ كنا عم نحكي قد ايه مهم اليوم انك تستثمر بالطاقة الشمسية لتلافي العتمة، لحتى توفر عجز خزينة، لحتى توفر عجز ميزان مدفوعات. وبالتالي اليوم في طرق لاستعمال هالكم من المال، صحيح منه هائل هل تقريبا المليار دولار، ولكن فيك تستعمله بطريقة تخفف وطئة الأزمة وتخفف المعاناة اللبنانيين. يعني تستعملوا بطريقة ذكية، بطريقة مختلفة، ديرهم بطريقة مختلفة ومع إدارة مختلفة.
عم تاخذ اجراءات، يعني اخذت اجراءات هذه الحكومه مساله بدل النقل ورفعه، هل برايك هذا الموضوع رح يعقد الازمه وطبع الليره اليوم ورح منين بدي مولو؟ هلا كل الافكار المطروحه من قبل السلطه القائمه كلها بتشوف مصدر تمويلها يا الاحتياط الالزامي يا مكنه الطبع. في حدا عم يرجي يفاوض مثلا صندوق النقد او البنك الدولي او صناديق عربي؟ بدك بس ليش اليوم حكومه تصريف الاعمال ما بتقدر تفاوض صندوق النقد؟ بدنا حكومه عامله فيها تفاوض على يعني في يعني اذا بتجمع مثلا خوض او هي ما بدها تعمل شيء يعني فعليا هي حكومه تصريف الاعمال مستقله ما فيك تفاوض صندوق النقد والبنك الدولي قرروا بباريس 320 مليون دولار مساعدات يبلشوا يشتغلوا على اساسهم بس هن ما بيناسبهم لانه بس تيجي تفاوض حدا من برا بده يطلع شو عم تعمل بدك بده يحط بعض القواعد المتعلقه بالحوكمه الجيده وبالشفافيه ولا يبدو انه هن مستعدين وفي نيه كان بالاستمرار بسياسات الدعم مثل ما هي بتفريغ الاحتياطي اللي كان متبقي تمهيدا لشو؟ اليوم البعض بيروح لابعد من هيك انه كل اليوم الهدف انه اليوم تعويض خسارة المصارف ومصرف لبنان من أملاك الدولة، يعني نصير اللي خطة المصارف اللي حطتها اللي هو صندوق سيادي وبعدين منبيع أملاك الدولة ومنعوض خسارة المصارف ومصرف لبنان. هل كل ما يجري يعني تمهيدا لهذا المسألة؟ قد يكون يعني ملفت كان الورقة اللي واجهوا فيها ورقة لازار أنه انطرحت هذه المسألة أن تعود أنت بأصول الدولة عن الخسائر اللي متحملها. بس هون كمان بدك وعي الشعب اللبناني لأنه هيدا أول شيء ملك اللبنانيين كلهم منا ملك المودعين. وفي طريقة يعني صاحب الوديعة اليوم المحجوزة وديعته إيه لازم ترد له عنده حق خلينا نشوف بس كيف بدك ترد له هيدا الحق إذا استفاد من الهندسات المالية في ثمن بده يدفعه أكثر من غيره. صاحب الوديعة الصغيرة كان في إمكانية أنك ترد له كامل وديعته وبعد في إمكانية حتى اليوم بعد في إمكانية هذه الكلمة أنك ترد له بعد في إمكانية أنك ترد له قسم كبير من وديعته يمكن مش كلها بس بعد في إمكانية ولكن إذا انتهجت حلول يعني بدك تاخذ قرارات بدك تاخذ قرارات وهيدا اللي لا يبدو أنهم قادرين أنه ياخذوا قرارات من هالنوع. برأيك حكومة إذا ما أجت يعني اليوم خلافا للتوقعات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قادرة تنتهج خيار اقتصادي أو قرار اقتصادي تأخذ قرارات اقتصادية مختلفة اليوم؟ وصلنا لمحل أنا من وجهة نظري يعني في البعض يمكن يوافق ويمكن بعض ما يوافق وصلنا لمحل ما عاش عنا مخرج إلا صندوق النقد لأنه إحنا بحاجة لضخ كمية من السيولة بالاقتصاد اللبناني لأولا ترجع تعمل شوك تنقذ ما تبقى من إيطاع الإنتاج وتمول شبكة الأمان الاجتماعي بالحد الأدنى وتأمن حاجاتك من محروقات من قمح من دواء. أنت بحاجة لكم معين من السيولة اللي جاية من الخارج وبالتالي ماني شايف مين مستعد يعطيك هيدي السيولة غير صندوق النقد اليوم وهي يمكن شوف سخرية القدر القدر انه وصلنا لمحل العالم بده يساعدك مستعد انه يساعدك بقول لك روح شكل حكومه يعني روح شكل حكومه اعمل اصلاحات وانت ما بدك وعم بتشكك فيه انه هيدا نوع من الحصار لا خي هيدا ما نوع من الحصار بقول لك حصار مفروض على لبنان اي حصار مفروض على لبنان صندوق البارح البنك الدولي قال لك هي 320 مليون دولار بباريس مساعدات انسانيه يعني ما بتوافق صندوق النقد عم بيقول لك هيدي سحوبات خاصة حقك وخدها ولح تخدها أي حصار مين عم بيحاصر أنا ماني شايف إلا هيدول اللي حيزين أموال اللبنانيين هن اللي عم بيحاصروا هول اللي ما بدهم يشكلوا حكومة وعم يتخانقوا على الحصص هيدول اللي محاصرين اللبنانيين اليوم العالم بده يساعد لبنان لأيمتى رح يضل بده يساعد لبنان ما بعرف هلا عم نشوف أنه عم بيفقد الأمل منهم والعلامة هذا مؤتمر الجوا بس يقال أنه اليوم كان في نظرية أنه اليوم المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضيقت الخناق على لبنان يعني انتهجت نظرية أخرى بتقول أنه لا مع الدولة وحزب الله نحن منضيق المصادر التمويل خلي يعني تقليب البيئة اللبنانية أو المجتمع اللبناني على حزب الله بانتهاج هذه وين النظرية وين ضيقت وين كان عندنا شيء موعود نحن وما عملناه
عندنا شيء موعود بصندوق النقد، عم بيقول لنا هاتوا خطه تنمشيكم فيها، هاتوا خطه تنمشي يعني بيعطوا فيه. مؤشر مثلا انه السعوديه كانت تساعد لبنان، اليوم السعوديه نائيه بنفسها غير مكترثه، يعني اذا بدك تمويل والمادي ما حدا محاصر، ساعدها الناس ما بدها تساعد، ما بدها تساعد ما لك عليها يعني فعليا، يعني صرنا صريب يعني شحاط ومشارطين انه بدنا اياهم يقدموا لنا اياهم وببلاش وشروطنا. في ناس كانت كيف تشوف يعني عدم الاقتراء، يعني هل اليوم في تسليم من المملكه العربيه السعوديه انه لبنان سقط عسكريا وبالتالي بالاقليم يعني بطل من حصته، فبالتالي انا ليش بدي ساعد ماديا وفي وجود حزب الله وكل الصراع الحاصل؟ هل بتشوف في هيدا جو بالسعوديه وفي جو عند الامريكيين انه خلص هيدا لبنان انه يعني ما بيحرس كل ما بيحس كل هالدوشه، وهيدا اليوم كل قرش عم نعطيه عم بيتحول ضدنا، يعني من حرب اليمن صار بس ما هي بتعزز انا هيدا اللي عم اجي اقول لك اياه، مساله هون مساله الحصار يعني فرجونا انه انتم خيي على القليله واقفين على الحياد بهالمعركه، على القليله واقفين على الحياد ما فرجوا، يعني في تسليم سعودي انه اليوم انه لبنان اصبح من الحصه الايرانيه، فينا نقول هذا الكلام مثل، ولكن هيدا منه ثابت، يعني في فيها تتغير، والعلامه كنا عم بلشنا في اول حلقه العراق قديش فقد الامل من العراق وانسحب من العراق وما بدهم يحكوا بالعراق وما في سفرات ولا في شيء، وكان بيكفي كان انه تجي حكومه يعني تاخذ مسافه من الصراع اللي قائم بالمنطقه، ما تعادي ايران لانه مش مطلوب معاداه ايران، وشفنا كيف انه لا مساعدات مشاريع لاستشرار الكهرباء ومشاريع للطاقه الشمسيه واستثمارات مشتركه. إذا الموقف اللي عايشه هلا لبنان سبقوا العراق عايشه بسبب الاصطفاف اللي كان حاصل مع السياسة الإيرانية. المدى الزمني يعني هلا إذا حدا عم يسمعنا المدى الزمني قديش معقول يعني تمد هذه الفترة للعودة إلى أقل التوازنات ما قبل؟ يعني لا تغيير بالداخل، في تغيير جذري بده يداخل او بده يصير بفعل انتفاضه الشعب اللبناني كما كنا متاملين من سنتين، او بده يصير من الخارج. هلا المشكله بس يصير من الخارج ما بيكون مستدام، يعني بيعملوا لك تسويه، هالتسويه بتدوم سنه سنتين بيرجعوا بيتخانقوا. ممكن نشهد قبل ما اخذ فاصل اعلاني نشهد يعني اليوم المعطيات بتشبه التسعين، ما بفل الرئيس ميشيل عون اذا ما كان في حكومه برايك؟ يمكن نوصل لشيء من هذا النوع. ممكن؟ ممكن انه توصل اذا ما في حكومه اليوم يقول الرئيس ميشيل عون انه اذا انا ما في حكومه ما رح سلم الفراغ، يعني هو لوحده من دون قرار من حزب الله؟ هذا اللي عم بسالك. صعبه. لا صعبه. اليوم في قوى امر، واذا كان مدعوم من حزب الله، اذا مدعوم من لانه هيدا يعني حسب الشرع وحسب الدستور ما فيك يعني سائب كل الرؤساء من الرئيس حتى اخر يعني قبل الرئيس ميشيل سليمان حسب الدستور بيخلص بيروح على بيته ونص. هلا بقوه السلاح كل شيء ممكن. هتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل رح اسالك على مساله تفجير 4 آب وتحيا دكتور سامي نادر، فاصل ونتابع. الو ميماي. بونجور شيف. هاي جوليا. شيف بدي اعمل سلاد بس كثير خايفين من الخضره من ورا كورونا، شو قولك بحط لهم سانيتايزر؟ سانيتايزر لايديك يا مدام، يا ماما خل ابيض هو الحل الانسب. انقعي خضرتك بيا ماما خل ابيض وريحي لي راسك. خل ابيض من يا ماما بعقم الخضار والفواكه وصحي لك كل وجباتك. ايه والله معك حق، بيسوى 100 سانيتايزر. خل ابيض يا ماما، صحة جودة سلامة. رحب فيكم عن جديد مشاهدينا ونتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي دكتور سامي نادر، رحب فيك عن جديد. مضيت الحلقة بسرعة. صحيح. خليني أسألك عن موضوع تفجير آب، كيف شفت اليوم؟ يعني اتفاق كنا عم نحكي اليوم بمسألة بمجلس النواب هذا الإجماع اليوم على عدم التمسك بالحصانات من قبل المجلس النيابي. يعني هذا بدينهم، يعني جريمة بهالحجم يعني وإلهم عين أنه ما يرفعوا الحصانات، أنا بفتكر يعني هذا أسوأ شيء ممكن بلد يمر فيه، يعني وأسوأ شيء طبقة سياسية فيها يعني تعامل الشعب اللي انتخبها، هن اخذوا وكيل من الشعب،
هيدولي هيدا منه حق مكتسب. وبالتالي امام حادث من هالنوع انا اول شيء واحد بيتوقع استقاله جماعيه. اول شيء منيح الحكومه اللي استقالت، بس انه نواب مش بس انه يبقوا بمكانهم، اما يتمسكوا بحصانات. اي حصانه امام الجريمه؟ حصانه عندك اياها انت لممارسه عملك كنايب، ولكن امام الجريمه وفي قاضي عم بيقول لك والله بدي استمع لك، انت بتروح بتركض وراء حصانه نيابيه؟ حصانه نيابيه هيدي عطيك اياها الشعب. وبالتالي امام هذا الغضب الشعب وامام حجم المأساة، كل اللي عم نشوفه من محاولات للتفلت من قبضة القضاء والمسار القضائي، طبعا نقول قبضة القضاء، يعني في عندك قاضي عم بيقوم بشغل. نعم، بيجربوا يخففوا من مسألة اليوم إذا بدك الإهمال الوظيفي للذهاب إلى التركيز، بيقولوا لك إنه خلينا نركز على السبب الأساسي. عظيم. في كيف انفجرت، مين جابها، يعني وكأنه إنه اليوم خلينا نركز على هاي المسألة، مش مسألة فقط الإخلال الوظيفي. عظيم. أو التقليل من شأنها أقل. عظيم، بس هي مش شغلتهم، هي شغلة القضاء. يعني أو بدنا يعني ما فيك انت تجي عم بتقلي تتشرط على القاضي قبل عمين بيدعي لتروح وكيف بيعملها. هلا صار سبق تعلم القاضي كيف بده يشتغل. يعني صار بدهم يعلموا القاضي كيف بده يشتغل، فهمنا بده يعلموا الاقتصادي كيف بده يفكر اقتصاد، وبدهم يحطوا الشروط على بده يقدم هدية كيف لازم يقدم الهدية وأمتى بده يقدم الهدية. هلا حتى القاضي بده يعلموه انه يقوم بشغله، هيدا شغلته يعمل التحقيق وشغلته يصدر الاستمارات والبيانات شغلته يعني. او هني قالوا انه اليوم كيف تدعي اليوم على رئيس حكومه مثل رئيس حكومه رئيس حسان دياب اللي عرف فيها يعني فتره عمله ما بتعدى الاشهر، في حين لم تدعي مثلا رؤساء حكومات سابقين. عظيم، يواجه القضاء بالقضاء. في مؤسسات دستوريه، في مؤسسات قضائيه، شو هيدي يعني؟ هل يعني في فجور بالسياسه عم نعيشه. وبالتالي انه لا، وشوف قديش هني ضد فكره الدوله، وقديش يعني هالتركيبة ضد فكرة المؤسسات. خلاص خرجنا نحن هيدا نظام، وقديش عنا محاكم بيسموها المنظومة بدك، هيدي خارج فلسفة الدولة وخارج منطقة الدولة. هؤلاء قبائل رؤساء قبائل وكل شيء، يعني المؤسسات لازم تكون بخدمتهم مش العكس. هيدا شيء يعني هيدا شيء ما لازم يكون مقبول من قبل الشعب اللبناني. رأيك القاضي والأسوأ من هيك أنه بلشنا نتعود على المشاكل. ما شغلته هو يقول للقاضي شو بيعمل، يهتم بأموره، يهتم بعمله النيابي، يهتم بسياسته. بس في قدم تيار المستقبل قال أنه نحن خلينا نروح نرفع الحصانات عن الكل، يعني مش عن فقط المتهمين من النواب. عظيم، حقه من ضمن رئيس الجمهورية. برأيك هذا تكبير الحجر كان من أجل يعني تكبير الحجر مشان ما يصيب، يعني مشان ما نرفع الحصانات؟ يا خي حقه بالسياسة، بس أنا بالنسبة للتيار المستقبل اللي ما حبيته، بس يطلعوا الأربع شو هولي نادي رؤساء الحكومات. أنا شو عم نحكي؟ نحن بدنا نرد، يعني هل في تكريس بدنا نرد بمنطق الدولة، بدنا نرد بمنطق وطني، بدنا نرجع نرد بمنطق طائفي؟ إيه، في تكريس للعبة الطائفية المقيتة، هيدي ما توفقوا فيها أبداً. أبداً. وهن المفروض يكون المكون اللي حريص على اتفاق الطائف، واللي ضد السلاح الغير الشرعي، لانه السلاح الغير الشرعي قود الشرعيه بلبنان. شو عم نواجهه بمنطق؟ كيف شفت انه هن وحزب الله توافقوا بمساله بمجلس النواب على مساله الحصانات؟ هيدا اللي بيقول لي انه هيدي التركيب، يعني كلهم سوا، كيكو وشريكو. مش راكبه. هل سيشهد مصير القاضي طارق بيطار مصير القاضي صوان برايك؟ نتأمل. لا، اذا ما حظي بدعم شعبي واحتضان شعبي، ايه، انه هيدا بالنتيجه قاضي. واذا كان بس لحديت هلا يعني عنده تأييد شعبي هائل، في العالم كله عم بيطلع فيه. هيدا اللي بسألك عنه، قادرين يتجاوزوا اليوم اذا باليوم المعطيات الداخلية أو بالواقع الداخلي قدروا يتجاوزوها؟ هل اليوم دوليا قادرين يتجاوزوا مسألة تفجير 4 آب؟ إيه؟ يعني بالمحاسبة؟ إيه؟ لأنه أول شيء كل دولة صارت مهتمة بشؤونها وعندها همومة، ولبنان بطل أولوية، خلينا نقولها، ولا بالإدارة الأمريكية لبنان ملف على رأس الملفات، والإيرانيين عندهم همهم، وما في شيء اسمه مجتمع دولي. في كم دولة كانت معنية بلبنان، ومني شايف أنا اليوم هذا الزخم باتجاه لبنان. هلأ
مش يعني انه اللبناني ما الامور ما بتتغير، مش انه شيء ممكن يصير على مستوى القضاء الدولي يرجع يحرك الامور. يوم الجريمه بحجم الجريمه اللي حصلت بلبنان فيك تحركها امام اي محكمه بالعالم، لانه هيدي جريمه ضد الانسانيه وعندها مقومات ان يكون جريمه ضد الانسانيه. طب اكيد يعني استمعت لكذا نظري، مساله تفجير أربعة ابو انه منه تفجير بريء وفي اطار صراع المرافق وما يحصل، صراع على المرافق في المنطقه وما يحصل، هل هذه نظرية مؤامرة أم نظرية أو فرضية تستحق النقاش اليوم؟ أنه بالمعطيات الحاصلة أنه بس عرفوا فيها وعرف فيها رئيس الحكومة وبدأت المراسلات وبعته حصل هذا التفجير، هل هي تستحق أن تكون فرضية على الطاولة؟ مش التسليم فيها بس أقله أوكي. اليوم تكون موجودة إيه، بس بدنا الجهة اللي بدها تحسن فيها، الجهة اللي بدها تحسن فيها القضاء. أنا ما فيني أركن لرأي رجل بالسياسة أيا كان، يعني بدي أشوف القضاء. في كمان في فريق كان على الأرض وصمته مريب حتى اليوم، فريق التحقيقات الدولية، يعني بطل في حدا ما إجا على لبنان وحقق بالموضوع، من أمريكيين لفرنسيين. كيف يعني مريب اليوم؟ ليه وين نتائج، وين نتائج هالتحقيقات؟ هني بيقولوا بدي أعطوها للدولة اللبنانية، خي بكون تعطوها للدولة اللبنانية، أعطيتوها للدولة اللبنانية معلومات مهمة بهالقدر وما بتأتمنوا الدولة اللبنانية تتوزع علبة حليب، في تناقض مزبوط او لا؟ صحيح. ما ائتمنون يوزعوا علبة حليب، كيس سلموا التقارير يعني الاف بي اي وغيرها سلموا التقارير. طيب ما حق الشعب اللبناني يعرف، ما نعرف يعني هون بتوفي السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله بيقول انه نحن بحقنا نعرف الجانب التقني كيف حصل هذا التفجير، كيف تفجر، يعني يكشف عنه. بس الجانب التقني كيف صار؟ يعني اليوم في عندك في بعد لهلا احتمال منه محسوم، هل هو حادث، هل هو حادث يعني عملية تفجير صارت حادث أو عملية عسكرية؟ هاي لحديت اليوم أنا محسومة. أنت ميال لأي فرضية؟ أنا بصراحة ميال لعملية عسكرية. عملية عسكرية. أنا إنه ما حصل. بقراءة المعطيات إنه منه حادث بسيط، لا. يعني تلحيم وحصل التفجير. لا. أنا هيدا رأيي. بإطار ما يجري بالصراع بالمنطقة وما إلى هنالك. والحرب اللي دايرة على المرافق. على المرافق. والمراكز الجيوستراتيجية لوين بتوصل القوى الإقليمية، وين حدودها، والجسر البري، يعني أحضروا هذه النترات إلى مي بيروت ليبقوا للتوقيت المناسب لاستخدامه، وكان عم بيصير استعمالهم للأمور عسكرية. مش هيك التسريبات عم بتقول تم استخدامهم واستعمالهم. قناه رح نوصل بمسألة يعني أهالي الضحايا يعنيهم العدالة اليوم بهذا الملف. سؤال أخير، اليوم رح نوصل للعدالة بهالملف إن شاء الله. ليك بس في شيء عدالة إلهية عم بتقول، يعني ما بفتكر الرأي العام ما محدد المسؤوليات رأي العام بس هلأ لازم أنه كمان أحقق الحق، على أمل يعني أحقاق الحق بكل الملفات، ويعني سياسيا واقتصاديا، لأنه كل اليوم مدخل وكل مترابطة مع بعضها، المحاسبة بالسياسة مثل المحاسبة اليوم بتفجير أربعة آب، تفجير تليل بعكار. اليوم مبدأ المحاسبة أن يحصل في لبنان محاسبة سياسيا من قبل الناس، والمحاسبة القضاء على هذه الجرائم المتتالية بلبنان لتكريس مبدأ العدالة. أنا بدي أشكرك دكتور سامي نادر على هذه الحلقة. رح يكون معنا مشاهدينا هلأ عبر زوم بنهاية هذه الحلقة، رح نحكي مثل ما حكينا نحن دكتور سامي نادر عن مسألة الطاقة الشمسية وقديش نقدر لبنان يستغل هذه المسألة، عبر زوم من دبي استاذ المهندس وسيم عدلوني. صباح الخير استاذ عدلوني. صباح الخير رح نحكي. أهلا وسهلا فيك. رح نحكي نحن وياك بداية اليوم عن المدينة المستدامة بدبي اللي عملتوها على الطاقة الشمسية، أهمية هذا المشروع كيف عملتوه، وبدي أشوف معك بسؤال تاني عن قديش فينا نعكس هذه التجربة في لبنان. الحقيقة احنا بنفتخر أنه نفذنا المدينة المستدامة في دبي 2016 وحاليا هي تحت التجربة والمراقبة. طبعا المدينة المستدامة نجحت نجاح كبير، حصلت على أكثر من 40 جائزة عالمية ومحلية، ونفذت فيها كل عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وأهمها الطاقة الشمسية.
طبعا المدينة تنتج كافة استهلاكها من الكهرباء من الطاقة الشمسية. وهذا قديش تنتج كم ميجاوات؟ بتنتج 10 ميجاوات يوميا كل ساعة شمسية. وهذا مجموع استهلاك المدينة بالكامل، يعني هي نت زيرو انرجي كوميونيتي والأول في الشرق الأوسط ويمكن بالعالم. التكلفة عالية يعني هلا احنا كوننا مهندسين ومطورين، التكلفة كانت من ضمن تكلفة التنفيذ، يعني احنا وفرنا من جهة وضفنا من جهة بعض المواد. على سبيل المثال احنا مثلا زدنا مواصفات العزل ومواصفات الطاقة الشمسية، وبالمقابل خففت لنا من مصاريف الطاقة الشمسية، مصاريف الكهرباء، وخففت لنا من التكييف. طبعا بدبي التكييف هو أكبر مصروف في تحفيز العمر، فهذا هو اللي عادل يعني التكلفة، فصارت التكلفة هي تكلفة السوق. اليوم قديش فينا نعكس هذه التجربة على، يعني اليوم في أزمة كهرباء مثل ما بتعرف بلبنان، وأزمة حلول مستدامة باتكالنا على إنتاج الطاقة الكهربائية على النفط، هل بلبنان نقدر نعكس هذه التجربة أو فقط هي فيها تكون تجربة يعني مساعدة، ما في يكون الحل الأساسي، يعني فيها تكون حل رديف للكهرباء؟ أنا عبر برنامجك هون بشجع كل اللبنانيين أنه يتجهوا للحلول البديلة المستدامة بخصوص الطاقة وبخصوص الأشياء الثانية، الغذاء والنفايات والأشياء الثانية. لازم اللبناني نفسه يلاقي حلول مستدامة اللي يخليه يصنع. الأمور الطبيعية لازم الدولة تلاقي له أو تشجع على الحلول المستدامة. لا دولة إذا من دورها ما حد يجي. اليوم الكهرباء صارنا 40 سنة ما وصلت الكهرباء للبنان، فأنا إذا بدي أظل نعتمد وما حتوصل يمكن كمان 10-20 سنة، فأنت اليوم اللبناني والقطاع الخاص لازم يتدخل ويتصرف نفسه. اليوم في حلول بالعالم، حلول وتكنولوجيا متوفرة موجودة بأيدي أي حدا عنده بيت من طابقين ثلاث طوابق، ممكن يوفر كهرباء 100% 24/24 عن طريق الطاقة الشمسية والطاقة البديلة. فاليوم هيدا متوفر وموجود، بس بده مبادرة من القطاع الخاص. أنا بشجع كل اللبنانيين يتوجهوا بهيدي الحلول، حلول مستدامة بتخليك ما تعتمد على حدا، ما تنطر لا الموتير ولا تنطر الاشتراك ولا تنطر الدولة إنه توصل لك كهرباء. يعني وكمان بخصوص الغذاء، اليوم في عنا أزمة مثلا خبز وأزمة مدري شو، أنت اليوم لازم تلاقي حلول للغذاء كمان. يعني بس حلول مستدامة. تجربة اليوم الطاقة الشمسية إذا البلديات مثلا انتهجت، أنت عم تحكيني عن المدينة اللي يعني اللي بدبي، عم نحكي على قياس إنه إذا بلديات انتهجت هذا الموضوع ممكن يكون كمان مدخل إلى حل يعني لا مركزي للكهرباء بلبنان. 100% أنا بلديات مثلاً ضيعة فيها شيء 2000 بيت 3000 بيت 5000 بيت ممكن تعتمد 100%. عندك تقدير إذا مثلاً أنت عم تحكي ضيعة صغيرة مثل 2000 بيت قديش تكلفة مثلاً إذا انتقلنا إلى طاقة شمسية؟ تقدير اليوم البيت الواحد مثلاً لو افترضنا بيت واحد 200 متر بده يكلفه طاقة شمسية 100% مع تخزين كهرباء وكل شيء بين 5000 ل 7000 دولار، وهيدا استثمار توفير كهرباء على مدى 4-5 سنين. انت لو حسبت انه قد ايه عم تصرف كهرباء وقد ايه عم تصرف موتير، هيدا يمكن يصرفهم ب 4-5 سنين. اذا استثمر اي بيت 200 متر مثلا 7000 دولار ماكسيموم بوفر له كهرباء 24/24، كأنه عم بوفر كهرباء اللي عم بصرفها كمازوت وكهرباء الدولة. عدا أنه الأثر البيئي جيد، عدا أنه مسألة البيئة والأثر البيئي. الكربون اليوم ثاني أكسيد الكربون شيء مطلب عالمي، أنه كيف نوفر ثاني أكسيد الكربون لنعالج موضوع الحرارة وموضوع الكلايمت تشينج. سؤال أخير، مسألة اليوم الموقع الجغرافي لناحية ساعات الشمس أو الضوء بلبنان تقدر تكون على المدى يعني المدى كل فترات السنة 100%. أنت اليوم الطاقة الشمسية بتعتمد على الإضاءة مش على الحرارة. هذا مفهوم كثير ناس يعني بيفكروا أنه ما في حرارة شمس.
انه ما في حراره بالشتاء ما بيجينا طاقه شمسيه، بالعكس اليوم هي الطاقه الشمسيه بتعتمد على كميه الاضاءه اللي بتوصل الخلايا الشمسيه. فبالشتاء كمان اذا عندنا امثله باوروبا، الدنمارك، النرويج بيستخدموا الطاقه الشمسيه بالشتاء. احنا عندنا اهم بلبنان ما عندنا لا غبره ولا عندنا حراره عاليه، يعني 35 ما لنا حراره عاليه. احنا استخدمناها بدبي ونجحت معنا على درجه حراره بتوصل 50 احيانا بالصيف. فلبنان جدا مناسب لموضوع الطاقه الشمسيه وانا بشجع كل اللبنانيين عليها. عظيم، على امل يعني تلقف هذه المبادرات والشراكه مع القطاع الخاص. المهندس وسيم عدلوني، شكرا لك على هذه المداخله، جدد شكري لك دكتور سامي نادر. مهمه يعني اليوم هذه، اذا هاي المبادره البلديه تلقفتها كانت بشراكه مع القطاع الخاص عملتها، منأمن كنا يعني الطاقة الكهربائية بشكل لا مركز. 6000 دولار بال يعني اقل ربع حق سيارة، يعني قرض هيدا قرض اللي كان عم يتوزعه يمين شمال قروض ليشجعوا الناس يروحوا ياخذوا سيارات. هيدا رح يصطدم بالكارتلات وبالمصالح واصحاب المنتجات. وهيدا اذا صار مسألة مش بس تحول اقتصادي وتحول بيئي، انما تحول سياسي أيضا. بنيوي يعني. بنيوي. هيدا مثل بيرجع بياخذنا على المساحات والنقل المشترك لما انعمل. قصة طويلة. شكرا لك دكتور سامي نادر. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة. غدا حلقة جديدة من برنامج الحدث. إلى اللقاء.